مرحبا بجميع ليزبورد جيمز هير، عدنا لكم في حلقة جديدة من سلسلة شرح الألعاب. اليوم سوف نتابع شرح لعبة التركيب الضوئي فوتوسانتيزيس. اللعبة من 2 إلى 4 لاعبين فوق سن الثامنة، والجولات قد تمتد ما بين 45 إلى 60 دقيقة. اللعبة من تصميم يال مارياخ ومن رسم سابرينا ميرامون. في حتى في هدوء الغابة التي سنعيش فيها أجواء اللعبة، هناك منافسة. منافسة حول الضوء، حول النمو والتجدد، لنرى من سيستطيع أن يجعل من بذراته أشجار تعلو وتبرز فوق الجميع. كان هذه هي فكرة اللعبة، ولنرى الآن الشرح. تابعوا معنا. نضع في البداية لوح اللعب في الوسط بهذا الشكل هذا، ونضع شمس اللعبة في هذا الجانب الذي يتضمن شارة الشمس بهذا الشكل. يأخذ بعدها كل لاعب لوح لعب خاص به ويملأه بالطريقة التي سأريكم الآن. سأقوم بشرح اللعبة بالنسبة لثلاث لاعبين، لذا سأرجع اللوح الأخير إلى علبة اللعب. نضع الأشجار والبذور في مكانها باللوح المناسب لكل لون. أنا اخترت اللون الأخضر. لدينا ثلاث أحجام مختلفة بالنسبة للأشجار، نضع كل واحدة في الحجم المخصص لها. لدينا أي شجرتان هنا كبيرتان، ثلاث أشجار متوسطة الحجم، هو المكان ديالها، وأربع أشجار صغيرة في هذا المكان هذا، وأخيرا بذور. عندنا أربع أمكنة، البذرة الأولى، البذرة الثانية، الثالثة، و الأخير. تتبقى لنا بعض القطع كيف لاحظتم هنايا، وأيضا بعض البذور اللي هما اثنان، نضعها جانبا وتسمى بمنطقة التوفر. هذه المنطقة تسمى بمنطقة التوفر، بينما تسمى المنطقة هنا الباصة ديالنا بمسار الضوء الذي نضع فيه قطعة الضوء في البداية، أي في الصفر. هذه قطعة الضوء نضعها في رقم صفر. يطلق على هذه الدوائر اسم قطع الفوز، وتقسم إلى أربع حزام بحسب شارة عدد ورقات الشجر الخلفية، واحدة، اثنتان، ثلاث، وأربع ورقات. وعند قلبها يجب التأكد من أن الأرقام متسلسلة من الأكبر إلى الأصغر في كل مجموعة. لو لاحظت هنا الأكبر، المتوسط، ثم الأصغر. نضع قطع الفوز جانب لوح اللعب، وكذلك نضع قطع جولات اللعب والتي تكون متسلسلة أيضا من الأكبر إلى الأصغر. إذا لاحظتم هناك أربع جولات، لكن لا تستعمل الجولة الرابعة إلا إذا لعبت بالطور المتقدم من اللعبة. لذا سأرجع الدور الرابع للعلبة، لأني سأركز على شرح اللعبة في نسختها العادية والتي تمتد إلى ثلاث جولات فقط كيف تشوفوا هنا. كما لا تستعمل قطع الفوز ذات أربع ورقات إذا كنا لاعبين فقط. لذا إذا كنتما لاعبين فقط أرجعها للعبة. أنا غنخليها حين غادي نشرح اللعبة بالنسبة لثلاث لاعبين. يبدأ أصغرنا سنا للعب، أو يمكنكم اختياره عشوائيا. يأخذ شارة البداية، في هذا المثال غيكون اللاعب الأخضر هو اللي غادي يبدأ، ويضع شجرة صغيرة الحجم في منطقة من منطقة التوفر في إحدى الدوائر الخارجية للوح اللعب. هذه منطقة التوفر، غادي يأخذ شجرة صغيرة ويوضعها في إحدى الدوائر الخارجية، الدوائر الخارجية اللي هما بالجنبات الخارجية. مثلا غنختار أنه يوضعها هنا، وكذلك سيفعل اللاعب الثاني اللي هو على اليسار ديالو، اللاعب الأحمر، وكذلك سيفعل اللاعب الأزرق نفس الشكل. نعيد الدور من جديد في منطقة التوفر اللي هي لنا. نأخذ شجرة صغيرة نضعها مثلا هنا، مثلا هنا، يضع اللاعب الأحمر بنفس الطريقة، ثم اللاعب الأزرق، وبها نكون قد أنهينا وضع البداية. اللعبة تتكون من ثلاث جولات، كل جولة فيها ست دورات شمسية. عندنا الدور الأول، الدور الثاني، الدور الثالث، الدور الرابع، الدور الخامس، الدور السادس.
عندما نكمل 6 دورات فبالتالي كنكون هنا الجولة الأولى، وكيف قلنا كاينين 3 جولات. ستحاول بطريقة استراتيجية كسب أشعة الشمس والتي ستعطيك نقاط في مسار الضوء. مسار الضوء كيف قلنا قبيله هو هذا اللي هنا اللي كنحطو فيه هاد العلامة في الرقم 0. خصنا نكسبو نقاط في مسار الضوء من خلال أشعة الشمس. هاد النقاط ديال مسار الضوء كتمكننا من شراء أشجار، يعني نشرو هاد الأشجار اللي كاينين في اللوح ونخرجوهم لمنطقة التوافر. نقدروا أيضا نشرو حتى البذور ونحطوها في منطقة التوافر. يمكن لينا نزيدو عن طريق نقاط مسار الضوء حجم الأشجار، مثلا هنا عندنا حجم صغير نقدر نرجعو حجم متوسط. نقدر أيضا من خلال نقاط ديال مسار الضوء نحول الشجر ديالي من تيولي في الحجم ديالو الكبير إلى نقاط فوز، وبالتالي كنتخلص من هذه وكناخد الدائرة المكافئة. هنا عندنا دائرة فيها ورقة واحدة، وبالتالي غناخد 14 نقطة المكافئة لدائرة واحدة. هادشي كامل كنقومو به من خلال نقاط ديال مسار الضوء. كيفاش بالتفاصيل؟ هادشي اللي غنشوفو دابا. عندما يأتي دورك، كيف قلنا الدور لنفترض أنه اللاعب الأخضر، هذا اللاعب لديه مرحلتين. المرحلة الأولى تسمى بمرحلة التركيب الضوئي، والتي تكتسب من خلالها نقاط الضوء. كيف ذلك؟ نرى مسار الضوء المؤشر له بسهم في قطعة الشمس. لو لاحظتوا قطعة الشمس فيها أسهم هنا في الجنابات ديالها، كيوضحوا لنا في أي اتجاه كتمشي فيه مسارات الضوء. يعني في الحالة الأولى فهي كتمشي بهذه الطريقة، مسارات الضوء كيمشيو بهذه الطريقة هذه، وتكسب نقاط ضوء على كل شجرة صغيرة تستفيد من أشعة الشمس. مثلا الشمس غادي فيها الاتجاه فهو كيضرب في هذه الشجرة، فبالتالي غادي ناخد نقطة واحدة. عندنا الشجرة الثانية كيضرب فيها الشمس، وبالتالي غنكسب أيضا نقطة ثانية. نفس الشيء بالنسبة للاعب الأزرق، غياخد جوج نقاط. نفس لأن الشمس كتضرب في هذه الشجرة والشمس كتضرب في هذه الشجرة. ونفس الشيء بالنسبة للاعب الأحمر، لأن الشمس كتضرب في هذه الشجرة وكتضرب في هذه الشجرة، غادي تساوي نقطتين. لكن إذا كانت شجرتك ضمن ظل شجرة أخرى تساويها أو أطول منها، فلا تستطيع أخذ نقاط تلك الشجرة. مثال، إذا كان مثلا الشجرة الزرقاء هنا مسار الضوء من هذا الاتجاه، فهذه الشجرة تقع في ظل الشجرة الأولى لأنهما متساويين في الطول، وبالتالي اللاعب الأزرق سيأخذ نقطة على هذه الشجرة وصفر نقطة على هذه الشجرة. لكن في الحالة ديالنا اللي درنا الشجرة بعيدة، وبالتالي فهي لا تقع في ظل الشجرة الأولى، وبالتالي ستستفيد أيضا من النقطة. دعونا قبل أن نأخذ أمثلة أخرى نتفق على معادلة سهلة. شجرة صغيرة تساوي نقطة ضوء واحدة كما تساوي الظل يمتد لدائرة واحدة. شجرة متوسطة تساوي نقطتا ضوء كما تساوي ظل يمتد لدائرتين. أما الشجرة الكبيرة فتساوي 3 نقاط بالنسبة لنقاط الضوء كما تساوي ظل يمتد ل3 دوائر. أما البذور اللي هي فصفر نقطة وليس لديها أي ظل. في هذا المثال اللي حضرت لكم دابا، شنو هما الأشجار اللي ما غاديش ياخذوا نقاط في مسارات الضوء؟ أول حاجة كنحددو هو مسار الضوء. أشعة الشمس جاية من هذا الجانب وجاية بهذا الاتجاه، إذا فهاد الشجرة الكبيرة متساوية مع الشجرة الكبيرة ومحجوبة بالظل ديالها، لأن هاد الشجرة عندها امتداد ديال 3 دوائر. فهاد الدائرة الأولى، هاد الدائرة الثانية، هاد الدائرة الثالثة، هاد جات في النطاق ديال الظل، إذا ما غتاخد حتى نقطة. هاد الشجرة اللي هنا غادي تاخد نقاط، مع العلم أن كاينة قدامها شجرة أخرى. علاش؟ لأن هادي شجرة صغيرة وهادي شجرة متوسطة، وبالتالي في الارتفاع ديال هاد الشجرة كبير، وبالتالي غتستافد من أشعة الشمس أي غتاخد نقاط. هاد الشجرة مثلا هذه اللي هنا
ما تاخذش نقاط. علاش؟ لان هذه شجره متوسطه والامتداد ديالها جوج دوائر، واحد جوج، وهذه شجره صغيره وبالتالي ما غاديش تاخد حتى هي نقاط. اما الشجره اللي قدام مثلا هنا تاخذ نقاط لان تتلقى الاشعه مباشره. نفس الشيء بالنسبه لهذه الشجره، بالنسبه لهذه الشجره، هذه 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 وهذه، كلهم كيتلقاو الشمس، اشعه الشمس بطريقه مباشره. هذه الشجره الاخيره فالظل ديال الشجره اللي هنا كيمتد ثلاثه، واحد جوج ثلاثه، وبالتالي هذه الشجره ما كتجيش في الظل ديال حتى شجره اخرى وغادي تاخذ نقاط. اذا اللاعب الاصفر الازرق ياخذ واحد، وهنا جوج هي ثلاثه، وهنا واحد هي اربعه، اربع نقاط بالنسبه للاعب الازرق. اللاعب الاحمر عنده هنا ثلاثه نقاط لان هذه شجره كبيره، هنا نقطه وهنا نقطه وهنا نقطه، لا هذه لا، هنا نقطه وهنا نقطه وهنا ثلاثه، هي خمس نقاط. اما اللاعب الاخضر غيدي هنا جوج حيت هذه شجره متوسطه، هنا ايضا جوج حيت الشجره المتوسطه هي اربعه، هنا خمسه وهنا ست نقاط. كان هذا مثال، ونرجع ونكمل الشرح. لنعود الان الى مثالنا. كيف قلنا اللاعب الاخضر هو الاول كيبدا، غادي ياخذ نقطتان، نقطه على كل شجره لان اشجاره كتستفيد من الضوء، وغادي يتقدم بمتتبع مسار الضوء نقطتان. كذلك سيقوم اللاعب الاحمر بنفس الشيء، وثم اللاعب الازرق، وبالتالي ننتهي من مرحله التركيب الضوئي. الان غنمر للمرحله الثانيه وهي دوره الحياه، وفي هذه المرحله نقوم بالعدد الذي نريده من الحركات التاليه وباي ترتيب نشاء. اول حاجه يمكننا شراء بذور او اشجار من لوح اللعب ووضعها في منطقه التوفر، لكن يجب دفع الثمن من مسار الضوء. فلنفترض احنا ان مسار الضوء عندنا فيه نقاط كثير، باش اي حركه ما تتعرضناش في المساله هذه، نديروا مثلا عندنا 12 نقطه او 11 نقطه في مسار الضوء هذا افتراض، ونشوفوا الاشياء اللي يمكن نديروا. اول حاجه قلنا نقدروا نشريو اشجار وبذور من لوح اللعب. عندنا في لوح اللعب الثمن ديال كل شجره والثمن ديال كل بذره في هذا المكان هنا. فمثلا البذور عندنا فيها نقطه واحده، نقطه واحده، هذه جوج نقاط، نفس الشيء جوج نقاط، جوج نقاط، ثلاثه نقاط، ثلاثه نقاط، وهنا ثلاثه نقاط، ثلاثه نقاط، اربعه نقاط، اربع نقاط، هنا خمس نقاط. دائما كنلقاو ان البذره اللي في الاسفل او الشجره اللي في الاسفل كتكون ارخص من الشجره اللي في الاعلى، هذاك الشيء علاش دائما حنا كنشريو من الاسفل. فمثلا اللاعب الاخضر الا بغى يشري مثلا من هاد الاشجار هادو، فهو غيشري وحده اللي في الاسفل. انا ما كنبانش لكم في الكاميرا، ارقم بشرح المثال في اللاعب الازرق باش يبان لكم. حنا قلنا عنده 11 نقطه في مسار الضوء او 11 مسار ضوء، فالا بغى يشري احدى الاشجار الصغيره فهو غياخذ هذه اللي لتحت، غياخذها بنقطتين، وغنقصو جوج نقاط هنا. نفس الشيء الا بغى ياخذ المتوسط غياخذ الصغيره، غنقص جوج نقاط، كتعدو 9 تولي عندو 7. بغى ياخذ كبيره غيخلص 4 نقاط، وغياخذ بطبيعه الحال اللي قلنا في الاسفل، واحد جوج ثلاثة أربعة، وعندو الحق يشري العدد اللي بغى من اللوح ويحطو في منطقة التوفر. هذا هو الحاجة الأولى يقدر دير. نمر الحاجة الثانية. أما الحركة الثانية الممكنة فهي زرع بذرة. واش نزرعو بذرة؟ فكيف كتشوفو خاصنا نخلصو قطعة واحدة، نخلصو قطعة واحدة، كانت عندنا خمسة تولي عندنا أربعة. وغنشوفو دابا كيفاش يمكن لينا نزرعو بذرة. اول حاجه في البذره دائما كنهزو من منطقه التوفر، يعني الا ما كانش عندنا في منطقه التوفر ضروري نهزو من اللوح، نشريو من اللوح اللي نعاودو نهزو من منطقه التوفر، وكنمشو للوح اللعب. كناخدو مثلا هاد الشجره الصغيره، الشجره الصغيره عندك الحق، عندها الحق تخرج بذره واحده وترميها في احدى الدوائر المجاوره. احدى الدوائر المجاوره ديال الشجره الصغيره هي واحده من الثلاثه هادو، يعني البذرة ديالي نقدر نحطها هنا أو نحطها هنا أو نحطها هنا. أما إلا اختاريت مثلا هاد الشجرة، يا إما نحطها هنا يا إما نحطها هنا يا إما نحطها هنا. نديرو مثال بشجرة كبيرة، افترضوا عندنا هاد الشجرة الكبيرة هادي، وبغينا من خلال هاد الشجرة نزرعو بذرة، فخاصها تكون بعيدة على الأكثر بثلاث دوائر. فمثلا واحد اثنان ثلاثة، يعني نقدرو نرميوها هنا، او مثلا نقدروا نرميوها مثلا
جوج ماشي بالضروره ثلاثه، واحد جوج نرميها مثلا هنا، ماشي بالضروره تكون في خط مستقيم، تقدر تكون التفاف، نقدر مثلا نوضعه هنا واحد جوج ثلاثه، اي ثلاث دائما دوائر باش كتكون بعيده على الشجره الكبيره. بالنسبه للشجره المتوسطه فكتكون بعيده بجوج دوائر مثلا واحد جوج واحد جوج، وتقدر نحطها غير في الخانه الاولى حتى هي ممكنه. حاجه اخرى اللي غنقول لكم هي الشجر اللي تيكون داير ديال المنافسين ما كيعيقش ليا التحرك ديالي. فمثال افترضوا ان كاينه الشجره هنا، كاينه الشجره هنا، هذه ما كايناش مثلا، نرجع بس، وانا بغيت نزرع هذه البذره هذه وتكون بعيده على هذه الشجره، فنقدر نحسب هذه الخانه دائره جوج ثلاثه، واخا كاينين جوج شجرات كيعيقوا النظر ديالي، ولكن نقدر نتجاوزهم باش نقوم بزراعه البذره. الحركه الثالثه الممكنه وهي تنميه شجره او بذره للمستوى التالي، فتقدر تكون بذره ونحولها لشجره صغيره، او شجره صغيره نحولها لشجره متوسطه، او شجره متوسطه نحولها لشجره كبيره، هذه غنشوفوها من بعد. دابا نحولوا البذره الى شجره صغيره كندفعوا نقطه واحده، من شجره صغيره لمتوسطه نقطتين، من شجره متوسطه لشجره كبيره ثلاث نقاط. فهاد المثال اللي عندنا هنا مثلا اللاعب الازرق عنده هذه صغيره، يقدر يرجعها متوسطه مثلا، وغيخسر نقطتين، يعني هنا عنده اربعه تولي ثلاثه غتولي جوج. هاد البذره هذه يقدر يرجعها صغيره ويخسر نقطه واحده، وغيجيب الشجره من منطقه التوفر ويوضعها مكان البذره. يجب احترام بعض القواعد الاساسيه في هذه الحركه الثالثه اللي تحدثنا عليها دابا، وهي اول حاجه فاحنا الشجره الجديده يجب ان تكون متوفره، يعني لو بغيت نحيد شجره ونوضع شجره في مكانها اكبر خاصة تكون متوفره عندي في مكان التوفر، هذه هي القاعده الاولى. القاعده الثانيه الشجر المتخلص منه يجب ان تجد مكانا والا ستستبعد، يعني الوقيته اللي غادي نحيد شجره صغيره وندير بلاصتها شجره متوسطه، هاد الشجره الصغيره خاصة تلقى بلاصه خاويه في اللوح اللاعب، الا ما لقاتش بلاصه فاحنا غنخلصوا منها ما بقاش غترجع في اللاعب. ولكن افترض انا قبل شريت الشجر هنا وكان البلايص خاوين، فانا غادي نملا هذه الامكنه الفارغه بالشجر المتخلص منها. القاعده الاخرى اللي خصني نحترمها وهي لا يمكن دفع القيمتين لحرق المراحل، يعني مثلا باش تحول بذره تمر مباشره دفع واحد زائد اثنين زائد ثلاثة، يعني دفع ست قطع وتحول البذرة لشجرة، ما يمكنش، خاصنا في كل دور نقوم بترقية الشجر بطريقة متسلسلة. والقاعدة الأخيرة الدائرة تفعل مرة واحدة في كل دور، يعني فاحنا فاش زرعنا هاد البذرة زرعناها انطلاقا من هاد الشجرة وضعناها، دابا بغيت نقوم بترقية هاد الشجر، فسأقوم بترقية هاد الشجرة وماشي هادي، علاش؟ لأن هادي يلا خرجت لينا واحد البذرة، ويمكنش لينا نحولو البذرة الصغيرة البذرة إلى شجرة صغيرة، علاش؟ حيت البذرة يلا تحطات، وبالتالي فإلا بغينا نرقيو شي حاجة هنا فيمكننا ترقية الشجرة الصغيرة مكانها ونضعو وحدة متوسطة، ميمكنش لينا نقومو بالتأثير على هاد الجوج حيت يلا قمنا بالتأثير عليهم. يعني الدائرة تفعل مرة واحدة في كل دور، لو بغيت نرقي هاد البذرة خاصني نتسنى للدور القادم، هذه هي القاعدة الأخيرة. الحاجة الأخيرة اللي بغينا نشرحو هي هاد الأربعة. نفترض مثلا أن عندنا واحد الشجرة كبيرة، مثلا مع مرور الأدوار قمنا بترقية الشجرة ورجعت للشجرة كبيرة، فهاد الشجرة الكبيرة هي اللي عندنا الحق نحولوها لنقاط الفوز. كيفاش غنقوم بتحويل نقاط الفوز؟ غادي ندفعوا اربع نقاط من مسار الضوء، غادي نتخلصوا من هذه الشجره، وغادي نهزوا نقاط الفوز المكافئه ليها. الشجره كانت هنا
يعني فيها ورقة واحدة، وغناخد أعلى وحدة موجودة هنا هي 14 نقطة، وغناخدها عندي كنقاط الفوز، لأن يعني الهدف هو أننا نجمع أعلى معدل نقاط فوز، يعني في الأخير خاصنا نحول الشجر ديالنا من بذرة إلى شجر كبير، ومن بعد نقوم بإعطاء 4 قطع من مسار الضوء وأخذ القطعة المناسبة. ولو لاحظتوا فأهم قطعة أو أهم دائرة كاينة في اللوح هي الدائرة في الوسط، لأن الوقيتة اللي كنتخلصوا من شجرة كبيرة من الدائرة في الوسط فإحنا كناخدو رقم مرتفع جدا. ملاحظة اللي كاينة على هاد نقاط الفوز، لنفترض مثلا أن فج الدور ديالي، فج الدور هنا كتبنا فج الدور ديالي، قمت بالتخلص من هاد الشجرة باش نربح نقاط الفوز، ولكن نقاط الفوز ديال 4 الورقات استنفدت، يعني كل واحد عنده وحدة وما بقيتش ما كاينش شي وحدة جديدة، فبالتالي غادي نهز من الحزمة اللي تابعها، يعني نهز من 3 الأوراق واخا انا تخلصت من الشجرة اللي فيها 4 الأوراق. نفس الشيء الا تقاداو لي هادو كندوز لهادو، ولا تقاداو هادو ندوز لهادو. ولكن في حالة مثلا الى لقيت اللي بغيت نهز من نقاط ديال ورقة واحدة لقيتهم تالاو، فميمكنش لي نهز من الأعلى درجة، فبالتالي كنكون ضعت فيها. كنعتذر حيت كنت كنشرح لكم باللاعب الأزرق حيت هو اللي كيبان في الشاشة، مع العلم أن الشارة البداية كانت عند اللاعب الأخضر، حنا نفترضوا أن الشارة عند اللاعب الأزرق. إذا كيف قلنا كنقوموا بالحركات اللي عجبنا، يا إما حتى نساليو الحركات اللي بغينا، يا إما حتى كيتقاداو لينا النقاط ديال متتبع الضوء، وفي الأدوار الأولى راه تيتقاداو دغيا حيت ما كيكونوش عندك بزاف. من بعد منها اللاعب الأخضر تاهو كيقوم بنفس الشيء، يا إما كيختار يرقي إحدى الأشجار أو أنه يشتي من هنا، تاهو تيلعب عد الحركات اللي بغا حتى كيستوفي داكشي اللي بغا أو أنه يتقاداو ليه نقاط الضوء. ونفس الشيء بالنسبة للاعب الأحمر، أنت لست مجبر على أنك تاخد حركات ديال في دورة الحياة، ولكن من الأفضل أنك تأخذهم لأن اللعبة تعتمد على الاستمرارية. من اللاعبين بثلاثة كيقوموا بالمرحلة ديال دورة الحياة، فإحنا كنمروا للدور الثاني. الدور الثاني الشمس تدور وتنتقل الشارة من اللاعب الأزرق، كيف قلنا في أن اللاعب الأزرق كان هو الأول، كتنتقل للاعب على اليسار اللي هو اللاعب الأخضر، ونبدأ من جديد في مرحلة التركيب الضوئي، ومن بعد من التركيب الضوئي عاوتاني غنمروا للمرحله ديال دوره الحياه. نفس الشيء من غنساليو ثاني الدور الثاني الدور الشمس انعطافه اخرى، وستمرر الشارة للاعب على اليسار، وغيكون هو البادئ في الدور الثالث، ونكمل بنفس الطريقه حتى تنتهي 6 ادوار. عندما نقوم باجراء 6 ادوار نكون قد أنهينا الجولة الأولى، وتتبقى جولتان، لذا نستعمل دائرة الجولات للتذكير. دائرة الجولات هي هذه، فإحنا نحيد 3 ونخلو 2 تذكيرا أنه بقى عندنا 2 الجولات. نفس الشيء يحدث في الجولة الثانية، يعني من غتسير الجولة الثانية عندو 6 دورات نحيدو هذا، والثالثة أي نكون قد لعبنا 3 جولات و18 دور، وعندها نقوم بحساب نقاط الفوز. اذا كيفاش كنقوموا بحساب النقاط؟ واحد الملاحظه، من الافضل انكم اللي خديتوا نقاط الفوز لقيت اللي تاخذوهم تقلبوهم على الوجه الخلفي بحيث ان ما كيبانش فيهم الرقم، وذلك باش تخلوا الاطار حتى الاخير. اذا كيفاش كنقوموا بحساب شكون الفائز؟ كنقلبوا قطع الفوز ديال كل لاعب، كنقوم بجمع المعدل المحصل عليه زائد العدد المكافئ لمتتبع نقاط الضوء. فمثلا نفترض ان متتبع نقاط الضوء كان مثلا في هذا الخط هذا، فهو غياخذ نقطه. اذا كان مثلا في هذا الخط غياخذ نقطتين، كان في هذا الخط الاخير غياخذ 6 نقاط، فهم النقاط الخضرين اللي هنا كنقوم باضافتهم نقاط الفوز. ففي حالة إذا كان تعادل ما بين أحد اللاعبين، فاحنا كنشوفوا شكون هو الشخص اللي عنده أكثر عدد ديال الأشجار والبذور في لوح اللاعب. في حالة عاوتاني إذا كان تعادل،
فاللاعبان يتقاسمان الفوز. اما في الحالات لما كانش التعادل من البدايه، اي من كنجمعوا نقاط الفوز والنقاط المكافئه في لوح متتبع النقاط، فاللاعب اكثر اللي عنده اكثر عدد او اكثر عدد من النقاط هو الفائز. توجد بعض الاضافات المتقدمه اذا اردتم ان تكتشفوها وحدكم، لكن اذا كان لديكم اي تساؤل عما قمت بشرحه فمرحبا في اي وقت بتساؤلاتكم. كان هذا كل ما لدينا في حلقة اليوم من هذه اللعبة الرائعة جدا. نتمنى إذا عجبكم الفيديو لايك، شير مع أصدقائكم، سبسكرايب. دمتم بخير وإلى اللقاء.